ولنقاش أزمة الجفاف وتداعياتها في العراق ينضم إلينا عبر سكايب من ستوكهولم الأكاديمي المتخصص في شؤون المياه الدكتور نظير عباس الأنصاري. مرحبا بك معنا دكتور نظير. أهلا وسهلا أخي العراق. دكتور، كيف يمكن أن ينعكس توقف محطات الإسالة في العديد من القرى المنتشرة في منطقة الأهوار على حياة السكان هناك، وخاصة في ظل استمرار هجرة الفلاحين من مناطقهم؟ طبعا هذا راح يكون انعكاس سلبي جدا، وهذا الشيء يعني مو جديد، يعني كثير من المنظمات الدولية وخاصة الأمم المتحدة نبهت على هذا الشيء من سنين، وحتى احنا كتبنا وحكينا بكثير من المؤتمرات حول هذه القضية. وقبل سنتين أحد التقارير يقول أكثر من 40,000 من المزارعين تركوا أماكنهم أو أراضيهم نتيجة شحة المياه، وأيضا تقارير تشير إلى أنه التأثير هذا على الزراعة كان كبير جدا. يعني مثلا أحد التقارير اللي صدرت حديثا يقول سنة 2008 فقط كانت خسارة العراق من زراعة أو تدني زراعة الرز والقمح كانت بحدود 950 مليون دولار. فإذا أنه وزارة الموارد البيئية استقلصت المساحة الزراعية 50%، فيعني معناها راح تتعدى المليار وربع المليار دولار خسارة العراق هذه السنة، وستزداد في السنين القادمة إذا ما اتخذت الحكومة إجراءات فعلية. يعني احنا من نسمع المسؤولين نسمع كلام معسول مضلل مع الأسف فقط في يعني في هذا المجال، لكن على الواقع الفعلي ما نشوف شغلة ملموسة لتحسين الوضع إطلاقا. نعم دكتور، المسؤولون في اتحاد الجمعيات الفلاحية في محافظة النجف حملوا السلطات الحكومية ولا سيما وزارة الزراعة تبعات ومسؤولية ما يجري الآن، لكن السؤال اليوم عن تداعيات ذلك على الأمن الغذائي في العراق برأيك؟ طبعا هذا راح يكون النتيجة سلبية جدا، ومثل ما ذكرت قبل قليل يعني خسارة اقتصادية كبيرة، نزوح آلاف الفلاحين من المناطق الريفية إلى المدن، وهذا راح يسبب طبعا مشاكل اجتماعية كبيرة إضافة إلى المشاكل الصحية والبيئية، لأنه أيضا شحة المياه وعدم اتخاذ إجراءات معينة هذا راح يزيد من العواصف الغبارية. وإحنا قلنا على قناتكم المحترمة قبل فترة أنه تقارير تشير إلى أنه ستزداد العواصف بحدود وتكون بحدود 300 يوم بالسنة مغبر، وهذا طبعا يؤثر بشكل كبير جدا على صحة المواطن، إضافة إلى الأشياء الاقتصادية اللي تكلمنا عنها قبل قليل، وحتى الثروة الحيوانية أيضا يعني هناك خلينا نقول تقلص بحدود 40% على الأقل من هذه الثروة الحيوانية اللي يعتمد عليها المواطن، وهذه كلها الأمور راح تسبب خلينا نقول أزمات مو بس اقتصادية وصحية وإنما أمنية أيضا نتيجة هذه الأمور السلبية. طيب، إعلان السلطات خطة لزراعة 14 مليار شجرة من أجل الحد على من ظاهرة التصحر أثار موجة من السخرية لدى اتحاد الجمعيات الفلاحية والناشطين، هل من حقهم يعني هذه السخرية، وهل يمكن فعلا التعويل على السلطات الحكومية في تنفيذ مشاريع ضخمة من هذا النوع؟ والله حقهم يضحكون أو يستهزئون من هذه الخطة، لأنه أولا وين المياه؟ يعني هي مو بس أزرع لازم تديم الزراعة مثل ما صار بالحزام الأخضر بكربلة وراح اندثر. يعني إحنا إجراءات فعلية على أرض الواقع ماكو. صحيح أكو حكي بالوسائل الإعلام وبالجرائد وإلى آخره، لكن فعليا ماكو. حتى إحنا من نحكي مثلا تدوير قضية قطع المياه عن العراق من إيران وتركيا، زين وين الإجراء الفعلي اللي صار؟ وين التدوير اللي صار؟ شنو الإجراءات الفعلية اللي اتخذتها الدولة
ولا شيء. حتى نشوف الميزانية، شوف هذا برنامج الأمن الغذائي على أساس اللي أعلنوا عنه، لاحظ تخصيصات وزارة الموارد المائية من أقل الوزارات. طيب أنتم تعرفون المفروض أنه البلد يواجه أزمة كبيرة وعلى شفا هاوية في هذا المجال، والمياه راح تأثر على مستقبل البلد ككل والمواطن. طيب شنو اللي سويته من إجراءات فعلية؟ لا شيء مع الأسف، نعم، مع يعني الأسف. حديثك عن موضوع تدويل قضية قطع إيران لمياه الأنهار، وزير الموارد المائية كان قد تحدث أو صرح حول هذا الموضوع، لكن هل تعتقد أن هناك جدية في تدويل هذه القضية من أجل على الأقل يعني أخذ الكمية أو النسبة المتاحة للعراق من ذلك؟ صحيح، السيد الوزير مهدي، الأستاذ مهدي الحمداني، صرح عدة مرات في مناسبات عديدة حول هذا الموضوع، لكن تصريح الوزير المختص يعني هذه هو الخطوة الأولى، المفروض تتبعها قرار من مجلس الوزراء، وبعدين من يطلع هذا القرار المفروض وزارة الخارجية هي اللي تتابع هذه الشغلة. طيب هل صدر قرار من مجلس الوزراء؟ طبعا لا. هل اتخذت وزارة الخارجية أي إجراء؟ لا. والمفروض مو بس الحكومة، أيضا البرلمان المفروض يساند الحكومة. وأنا دائما أجيب مثال، هسه روحوا إلى السودان ومصر وشوفوا ايش صار على سد النهضة. كل القوى السياسية بالسودان ومصر سواء معارضة للدولة أو لا، كلها وقفت وقفة واحدة. ليش؟ لأنه المياه هي أساس الحياة، وقطع المياه راح يأثر على مستقبل البلد والمواطن. زين احنا شنو اللي صار من هذه الأمور في العراق؟ لا شيء سوى تصريح السيد الوزير المختص وإجراء فعلي على الأرض، على أرض الواقع غير موجود مع الأسف. نعم، هل لذلك تعتقد بأن هناك إمكانية لحل أزمة الجفاف وما يتبعها من مشكلات بيئية ومشكلات مناخية في البلاد؟ طبعا طبعا ماكو شيء ما له حل، وانا قايلها اكثر من مره وعلى قناتكم الكريمه قايلها ايضا في وفي مؤتمرات دوليه وايضا محليه. يعني احنا بالنسبه الى شحه المياه هناك طريقين لازم تمشي او خطين متوازيين. الخط الاول هو مفاوضه دول الجوار، ومفاوضة دول الجوار أنا ذكرتها في أكثر من مناسبة، يجب أن لا تكون على المياه فقط، وإنما تشمل الأمور الاقتصادية والأمنية والعسكرية، لأنه العراق يستورد مليارات الدولارات من البضائع من تركيا وإيران، وأصلا اقتصاد إيران السنين الفاتت كلها معتمد بصورة رئيسية على العراق بصورة كبيرة نتيجة العقوبات المفروضة عليها. وأيضا الأمور الأمنية تهم تركيا وإيران أيضا، فهذا في مجال التفاوض مع دول الجوار. لكن مع هذا يجب أن تكون هناك خطة رشيدة مبنية على واقع علمي فعلي، وتأخذ بنظر الاعتبار التوقعات المستقبلية فيما يخص المياه. وإحنا حددت في كثير من الأحيان والبحوث الخطوط العريضة لهذه الخطة. يعني أولا يجب أن نعتمد على المصادر غير التقليدية للمياه، ثانيا يجب أن نغير نمط الري، لأن الري السيحي حاليا هذا فواقد المائية كبيرة جدا، يجب أن نلجأ إلى الري بالتنقيط والري بالرش. ثلاثة المنشآت الموجودة حاليا مهملة. أربعة الخطط لصيانة هذه المشاريع غير موجودة إطلاقا. ثلاثة الكادر الفني مو بالمستوى المطلوب، المفروض أكو دورات تدريبية وإلى نعم، آخره. الشيء المهم أيضا وجدا مهم هو التوعية الجماهيرية. يعني احنا بدل ما نجي نظل المواطن ونقول له ماكو مسألة شحة مياه، نعم، المفروض بالعكس نحكي الواقع ونقول للمواطن شلون يتصرف حتى وشلون يكون شريكا في الحل. نعم، نعم أشكرك دكتور نظير عباس الأنصاري الأكاديمي المتخصص في شؤون المياه، كنت معنا من ستوكهولم، شكرا لك.